قانون التصالح على مخالفات البنى زي ما بيساعد المواطن ان هو ياخد حقه في الخدمات والمرافق اللي هتوفرها له الدولة، واللي طبعا بيتم توجيه كل مبالغ التصالح وزيادة، يعني لسه يعني مبالغ التصالح بالمناسبة لا تكفي، محدش يفتكر ان المبالغ دي هي كفاية عشان اطور بنية تحتية لمناطق فيها كوارث فيما يتعلق بالبنية التحتية، لكنه الميزة الاهم انه بيساعد الدولة في انها تخطط صح، ان انا احقق الامن الغذائي بتاعي زي ما انا كنت بكلم حضراتكم على الاراضي الزراعيه، ان انا اوقف التعدي على الاراضي الزراعيه، ان انا امن الرقعه الزراعيه اللي باقيه، انا ما يحصل لهاش استنزاف اكتر من كده، خلاص كفايه مخالفات. المخالفات دي بتستنزف الدوله في مد الخدمات، بالمناسبه ما كانش ضمن خطتها. هضرب لكم على سبيل المثال وليس الحصر، مناطق عندنا كتير جدا في مصر كانت بتعاني من مشاكل المياه، مثلا اهالينا واللي بيسمعوني دلوقتي اللي ساكنين في المريوطيه والعمرانيه وما الى ذلك، كل دي كانت ايه؟ ما هي كانت اراضي زراعيه حصل لها تجريف، تم التعدي على الاراضي الزراعيه، اتبنت ابراج، الدوله مش عامله حسابها ان كان يوصل ميه هناك اصلا، ميه شرب، بكلم ميه شرب وصرف صحي، لان كانت معظم المناطق اللي هناك اراضي زراعيه، وبالتالي تم التعدي عليها وتم ردم الترع اللي هناك وطلعت ابراج، فاصبح ان انت المفروض ان انت توصل خدمات كدوله، انت مطالب المواطن اللي راح ساكن هناك هو مخالف بس بيطالبك كدوله انك توصل له خدمات، ونحن بنتكلم على اعاده تخطيط لبنيه تحتيه للمنطقه بالكامل. ففكره المخالفه مش بس الخدمه اللي هترجع لك، او ان انت عقارك يبقى له ثمن، او انه خلاص اوقف الزحف على الاراضي الزراعيه، لا، في اضرار اقتصاديه كبيره جدا 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 من جراء المخالفات او مخالفات البناء والتعدي على الاراضي الزراعيه. يعني بما ان احنا بنتكلم بلغه الاقتصاد، فاحنا بينضم الينا على التليفون دكتور علي مسعود، عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه بني سويف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. دكتور علي؟ ايوه فندم، سامح حضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بيك دكتور علي. لو احنا بنتكلم بايجازه بشكل مبسط للمواطن، يعني احنا لما بنيجي نتكلم على مخالفات البناء او التعدي على الاراضي الزراعيه، بخلاف هذه الاضرار اللي بتحصل في البنيه التحتيه وانه يحصل تخطيط عشوائي للدوله وانه يبقى في نقص في المرافق والخدمات وما الى ذلك، هناك بكل تاكيد ضرر اقتصادي كبير على اي دوله من مخالفات البناء او التعديات الغير مدروسه. صحيح يا فندم، صحيح. طيب هو مبدئيا سؤال بسيط بنسأله للسادة المواطنين واخواتنا في كل مكان في ربوع مصر، هو نعم. حد بيبقى مبسوط يبقى بيمشي في شارع مش ملتزم الناس فيه بخطوط تنظيم؟ حد بيبقى مبسوط ياما بيروح في منطقة عشوائية الناس عايشة غير آدمية؟ حد بيبقى مبسوط ياما يحصل شح في المواد الغذائيه اللي هو الاساس في بقاء الانسان؟ حد بيبقى مبسوط لما البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه من ميه وكهرباء وصرف صحي مش واصله؟ حد من اهلنا بيبقى ما بيحسش بالغيره لما بيروح في اي مكان بيلاقيه مخطط ومنظم؟ وبالتاكيد ده كله الاحساس ده حاسينه كتير، لما كنا بنشوف صور او لما بنروح اماكن تانية نقول ليه بلدنا ما بتبقاش زي كده. احنا مبدئيا بدأنا نبقى دولة مؤسسات ودولة حازمة وحاسمة وفي نفس الوقت منحازة للمواطن المصري فيما يتعلق بموضوع التصالح وقانون التصالح وتقنين الأوضاع. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جانب مهم جدا جدا، كلنا يعرف انه الموازنة العامة في مصر فيها مشكلات، انه على ميزانيه الدوله او على ميزانيه الدوله العامه للدوله بالظبط، فهل يصح انه يقوم مجموعه من المواطنين بعمل مخالفات واستيلاء على اراضي املاك الدوله؟ وهل يصح انه المخالف يلزم الدوله بتوصيل المرافق والمنافع ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما بتحصل اقامه منطقه عشوائيه، شفنا قد ايه الدوله صرفت مليارات خلال السنوات الست الماضيه لتطوير المناطق العشوائيه. نعم. لو المناطق من البدايه كانت مخططه
ومنظمه. المليارات دي مش كانت توجهت لتحسين بيئه الاعمال لخلق كانت فرص، راحت لقطاع اخر في الدوله يعني، قطاع اخر لمشروعات تفيد الشباب، لدعم المشروعات اخرى في البنيه الاساسيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه الاهدار في الاموال الموجهه حقيقي للبنيه الاساسيه. ليه؟ لان زي ما حضرتك تكرمت في التقرير اللي ذكرتيه انه البنيه التحتيه ما بتكون مخططه ومصممه لخدمه عدد معين من الوحدات السكنيه ويحصل بناء عشوائي. ايه اللي بيحصل حضرتك؟ بيحصل حضرتك انه هنلاقي مواسير المياه بدات تضرب، المجاري بدات تقطع، فبتضطر الدوله لا اما تتكلف تكاليف صيانه عاليه جدا او بتغير الخطوط من اول وجديد قبل الفتره الافتراضيه بتاعتها ما تنتهي. فانا هنا بتكلم على تكلفه بقى الاحلال والتجديد اللي هتحصل، تكلفه الاحلال والتجديد. لكن نعم، الموضوع لو كان مخطط من الاول كان وفر موارد ماليه كبيره جدا للدوله المصريه. المواطن الدوله من حاجه للمواطن بصوره كبيره جدا في القانون ده. لك ان انا بس بقول مثل بسيط جدا على سبيل المثال، تم تخصيص مبالغ ضخمه جدا خلال سنه 2019 لتوصيل المياه لجميع المناطق المحرومه جوه مصر، جمهوريه مصر العربيه، وحتى القرى والنجوء النائيه. فلك ان تتخيلي ان الدوله تكلفت ملايين عشان تمد المياه وتوصل مياه شرب نقيه لاشخاص ما هوش اساسا ملتزمين ومنضبطين فيما يتعلق بالمخططات الاستراتيجيه للقرى والنجوع. ما هي الفكره بس برضو يا دكتور لو احنا بنتكلم بلغه الاقتصاد، يعني قيمه هذه المخالفات يعني بتتحملها دوله من الميزانيه العامه للدوله زي ما حضرتك ذكرت، بيتحملها المواطن اللي هو كان ملتزم. يعني هو بي 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 يعني بيدفع ضريبه ان غيره بيخالف، يعني لانه هو بكل تاكيد ده برضه بيعود عليه. يعني انا كمواطن ملتزم بنيت بيت كامل المرافق مدخل بشكل قانوني، في شخص تاني بيجي يكسر الماسوره اللي قدام بيتي وياخد منها وصله خلسه او وصله غير شرعيه. صحيح. وحتى المواطن نفسه يا فندم المخالف او اللي في منطقه عشوائيه، ما هو في ضرر كبير وقع عليه. لسبب، لانه تكلفه البناء هي تكلفه بناء مواد البناء الاسمنت والحديد والكلام ده، فتكلفه الوحده السكنيه بتبقى متقاربه من في الاماكن. ولكن الوحده السكنيه ما يتم بنائها في مكان مخطط ومنظم لها سعر، والوحده السكنيه لو اتبنت في منطقه عشوائيه لها سعر اخر تماما. هنا بنتكلم بقى على من مصلحه المواطن انه ما يبقاش مخالف اصلا يا دكتور عشان قيمه عقاره او قيمه شقته، يعني السكنيه اللي هي القيمه السوقيه ليها كمان. بالظبط، دي حاجة. الحاجة الثانية المواطن اللي هو مقنن أوضاعه والوحدة السكنية مسجلة، ده يقدر يستخدم الوحدة السكنية دي كأصل يمكن الاعتماد عليه في الحصول على تمويل. طبعا يقدر ان هو يتقدم ياخد قرض بضمان هذا العقار بضمان الشقة. كل الشكر لحضرتك ليا الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف.